على ما يبدو أننا متواصلون مع النواب الذين يستغلون حاجة الناس من أجل تحقيق مصالح دعائية انتخابية. في منطقة المعامل ببغداد تتواصل الاعتصامات وطرد مرشحة من هناك جاءت لغرض تسويق نفسها من أجل الانتخابات. هاي مرشحة اجت بالمظاهرات مال المعامل وشافت الهوسة وجت يومهم شلبت وديتي تاخذ الصور تروح تنشر تقول لهم سالفنا المتظاهرين وخلوا وطردوها الشباب، يعني هيك احسن ليش مو عيب عليك جاي هنا برزين نفس جم العالم، هاي هي بهاي بيها حال الناس وانت برزين نفس والعباد يستنكف العالم صار 4 ايام نايمه بالشارع يستنكف يدزله وفد زحمه شويه عيب انت رئيس وزراء عيب، هاي الناس مظلومه وكلها بذمتك، المعامل بيها 1,000,000 نسمه 1.5 مليون كلها بذمتكم.